أهلا بكم في حلقة جديدة من هاشتاج تتابعون فيها مدونون ينتقدون تعيينات وزارة العدل عبر فيسبوك وجوجل. تصدر تقريرها السنوي حول العمليات الأكثر بحثا في مصر لعام 2014. أما في يوتيوب، لو عاش سبايدر مان وباتمان في مصر اللي يحصل؟ وأخيرا نقاش اليوم حول مواقع التواصل الاجتماعي والصعيد المنسي في مصر. كل هذا وأكثر في هاشتاج بعد الفاصل، تابعونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج، حيث يصنع الخبر على صفحاتكم قبل أن يصل إلى غرفة الأخبار. دائما بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الصوت والصورة من خلال النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت. ومنها ننتقل إلى قائمة الأكثر تداولا والتي نسلط عليها الضوء اليوم على تويتر. في البداية، دوري أبطال أوروبا. بعد قرعة دوري أبطال أوروبا القوية، سخر عدد من المدونين من عدد من المواجهات التي أسفرت عنها القرعة، زي مواجهة أرسنال الإنجليزي مع موناكو الفرنساوي، وهي مواجهة سهلة نسبيا مقارنة بباقي المواجهات المشتعلة، زي مثلا مانشستر سيتي اللي هيلاقي برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان. كل المواجهات دي هتبقى بالتأكيد مشتعلة جدا على الملاعب، بالإضافة إلى ملاعب مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار كل هذه المباريات مع هاشتاج دوري أبطال أوروبا. ومن هنا ننتقل إلى هاشتاج مطار الغردقة. مطار الغردقة، هذا الهاشتاج تم تدشينه بعد افتتاح الرئيس المصري ورئيس الوزراء التوسعات الجديدة للمطار، والتي من المقرر أن تستوعب 7 مليون راكب سنويا، الأمر الذي لاقى استحسان البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لاقى استهجان البعض الآخر. ليه؟ لأنهم اتهموا الحكومة بسرقة المشروع من الرئيس المعزول محمد مرسي. بعد ذلك ننتقل إلى هاشتاج مختلف، هو وداعا هنري. وداعا هنري طبعا دشنه عدد من العرب بعد إعلان لاعب الفرنسي تيري أونري اعتزاله لاعب كرة القدم الذي كان من أبرز لاعبيها العالميين، خصوصا في العشر سنين اللي فاتوا، حيث كتب معز مثلا: وداعا هنري، لاعب أسر الجميع بأخلاقه، وكوننا ليفربوليين، هو بيقول يعني، لا يجعلنا ننكر حقه، وأنه كان خصم صعب خارق للعادة. وداعا يا ظاهرة الدوري الإنجليزي. هكذا تنتهي التغريدة. ومنها ننتقل إلى فيسبوك، حيث نسلط مزيد من الضوء على هاشتاج مختلف، هو هاشتاج وزارة العدل. السبب في إطلاق هذا الهاشتاج هو تداول النشطاء لأخبار عدد من مواقع إلكترونية حول تعيين 3 من الإخوة في وزارة العدل، أو الأخوات تحديدا، هم فتيات، الأمر الذي جعل النشطاء يتهمون الوزارة بتبني ما أسموه بسياسة الوسطى. حيث كتب إبراهيم البارودي في التغريدة أو التدوينة الأولى معانا النهاردة: مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها وزارة لحاجة مش فيها أصلا، على هاشتاج وزارة العدل. وزارة العدل ما فيهاش عدل وفقا لوجهة نظره. حساب شالا بوكاكا، هو اسم الحساب كده، بيقول ردا على الخبر الساخر، وده طبعا عن البنات اللي ما تبصش لبعضهم، لازم يكون في شغلانة واحدة علشان بنات ما يغيروش من بعض وكده بقى. إيهاب مجدي بيقول: مفيش واسطة، عياله كلهم ناجحين، باركوا لأخوكم أبو جبل. طبعا السخرية واضحة جدا من هذا الموقع ومن هذا الخبر في الواقع. ومنه ننتقل إلى خبر آخر مختلف تماما، هو إعلان شركة جوجل لعامها 14 على التوالي. التقرير السنوي اللي بيصدر كل على رأس كل سنة، فيه تقدم منظور فريد للأحداث الكبرى لهذا العام، استنادا لعمليات البحث التي تم إجراؤها في مصر. وتشير عمليات البحث لهذا العام أن هناك اهتمام متزايد في الأشخاص بالأفلام والتكنولوجيا والألعاب والرياضة والأحداث، وتبرز قوائم عمليات أو تبرز هذه القوائم زي ما احنا شايفين المواضيع الأكثر بحثا على في مصر. يعني هتشوفوا أن التقسيمة هنا واضحة جدا على موقع جوجل، أنه تم التقسيم مثلا على حسب الأحداث، الأفلام، الأشخاص، عمليات البحث بشكل عام، الأغاني والبرامج التلفزيونية. هتشوفوا عندنا في قائمة الأحداث واضح جدا أن انتخابات الرئاسة المصرية كانت رقم واحد. طبعا انتخابات الرئاسة بتكلم فيها اللي حصلت السنة دي ما بعد الانقلاب العسكري، بعد ذلك جاء كأس العالم، ثم رمضان سنة 2014. هذه هي الكلمات الأكثر بحثا أو الأحداث الأكثر بحثا في سنة 2014. بعد ذلك قائمة الأفلام تصدرها فيلم حلاوة روح. في الواقع المؤشرات دي مفيدة جدا للمتابع للشأن المصري عشان يعرف
نهاية هذا العام كيف تلخصت وما هي أبرز مواضيع الاهتمام لدى المصريين كانت متمثلة في إيه في الواقع؟ بعد ذلك ننتقل إلى الأشخاص. مفاجأة طبعاً، شخص رقم واحد في مصر الأكثر بحثاً كان مين؟ صافي ناز الراقصة. صافي ناز كانت الشخصية الأكثر بحثاً طوال العام على موقع جوجل، بعد كده الراحل خالد صالح، وبعد كده رقم ثلاثة السيسي. السيسي جاء في المرتبة الثالثة. ثم بعد ذلك نتناول البرامج التلفزيونية، أو خلينا ننتقل ما قبل ذلك إلى عمليات البحث الأوسع شوية. هتلاقي مسلسلات رمضان رقم واحد في كلمات البحث عامة على موقع جوجل، بعد ذلك أغنية بشرة خير. بالمناسبة أغنية بشرة خير كانت الأكثر بحثاً عربيا، يعني مش بس في مصر، بمعدل بحث واحد على موقع يوتيوب بمعدل مشاهدة تجاوز 51 مليون مشاهدة. احنا نتكلم على الأغنيات أو المواد الترفيهية اللي باللغة العربية على موقع يوتيوب. على جوجل أيضا كانت رقم 2. سونجز في الأغاني أيضا أغنية بشرة خير حاضرة في المركز الأول في كلمات البحث، فهي إذن كانت متصدرة على جوجل وعلى يوتيوب باللغة العربية. فيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية هنشوف أنه رامز قرش البحر اللي كان طوال فترة شهر رمضان متصدر لكلمات البحث كان حاضراً، واليوم النهاردة هو المسلسل التلفزيوني أو البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في مصر، ومسلسل ابن حلال في المركز الثاني. ومن هنا ننتقل إلى موقع يوتيوب، حيث بعد مجموعة الصور واللقاءات الصحفية مع أكبر الشبكات العالمية سبايدر مان يظهر في شوارع القاهرة، لكن المرة دي بالفيديو. خلينا نشوف بداية الرحلة من العلقة السخنة اللي خدها سبايدر مان لما نزل مصر، بالتأكيد وصولا للضرب بالشبشب وطابور المدرسة، كل ده مع سبايدر المصري. خلينا نشوف في هذا الفيديو. Oh,
أظن سبايدر مان مستحيل يفكر أنه ينزل مصر بعد ما شاف هذا الفيديو. سبايدر مان النسخة المصرية هو الفيديو الأكثر رواجاً اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تم تناوله من كبريات محطات التلفزيون سواء العربية أو حتى الأجنبية. كل هذه يعني المحطات كانت معنية أن هي تشوف سبايدر مان لو نزل مصر هيحصل إيه. ولأن سبايدر مان مش كفاية، أيضاً كان لابد أنه يظهر باتمان أو رجل وطواط في شوارع المحروسة في مصر برضو، لكن لأنه حتى الآن باتمان في الواقع أنه هو مقرر أنه يكون طبقي نوعاً ما، فهو قرر أنه يظهر في أحياء زي الزمالك ومصر الجديدة على عكس سبايدر مان البولائي، طبعاً تحت عنوان يا بخت من بات مغلوب ولا بات غالب. نشوف باتمان مصر هيعمل إيه تحديداً. هو قرر أنه يبدأ في مصر القديمة وكوبري امبابة. خلينا نشوف باتمان برضو النسخة المصرية. دي جي كافوري فور مدينة السلام. باتمان وسبايدر مان المصريين بانتظار ان هم يصلوا الى الصعيد، لكن الصعيد كان عنده وسائل خاصه حتى يسلط الضوء بنفسه على نفسه. بقرابه النصف مليون متابع، اثبتت مناره الصعيد ان الجزء الاكبر من جغرافيا وتاريخ الوطن لا يمكن ان يغيب عن حاضره، لا سيما مع مساحات الشباب التي تظل معنيه بشكل واضح جدا بان يظل الصعيد هو قلب مصر النابض، وان يظل تراث الصعيد حاضرا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال صفحات فيسبوك. النهاردة عندنا نموذج واضح لهذه الصفحات وهي صفحة منارة الصعيد، ونستضيف فيها القائم على هذه الصفحة محمود عبد الستار. أهلا وسهلا أخ محمود. يا أهلا مرحبا أخ محمود. بداية عايزينك تحكي لنا عن بداية إطلاق منارة الصعيد. بالفعل أنتوا بلغتوا تقتربوا الآن من نصف مليون متابع على هذه الصفحة، ما هي مجمل ما يتم تناوله عبر هذه الصفحة، صفحة منارة الصعيد؟ والله صفحة منارة الصعيد صفحة اجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي، كان كل رسالتها انها تحيي التراث الصعيدي، التراث اللغوي، الفنون الصعيدية. طبعا انا ومجموعة شباب كلهم مثقفين وكلهم على وعي، ثقافي يعني، على كلهم وعي ثقافي. قدمنا فنون الصعيد والتراث الصعيد، الشعر الصعيدي، فن الواو الصعيد الاصيل، المزمار والبابا. اهتمينا بالفنون الصعيديه يعني والتراث اللغوي. وحبينا نطلع صوره عن كل طلعتها السينما عن الصعيد اللي هو ما بتمشي وصعيد رايح جاي وصعيد في الجامعه الامريكانيه. فاحنا حاولنا من خلال صفحتنا دي، صفحه متواضعه، ان احنا نظهر الصعيدي الراجل الصعيدي الاصيل. الى اي مدى شايف ان الاعلام التقليدي، لو هنتكلم على سينما او تلفزيون او حتى عن جرايد، مسلط الضوء بالقدر الكافي على هموم او حتى على جماليات هذا الشق الكبير جدا من مساحه الوطن اللي هو صعيد مصر؟ بسالك الى اي مدى شايف ان الاعلام الموجود دلوقتي حاليا بيسلط الضوء على هموم المواطن الصعيدي او حتى على جماليات هذا الشق من الوطن اللي هو صعيد مصر؟ والله هي مهما عمل السينما ما فيش يعني ما فيش دور سينمائي احنا بنقتنع بيه كصعيد. احنا يعني لو طلع الصعيدي الصوره الكوميديه اللي هو الصعيدي بطل الشخصيه الكوميديه مره واحد صعيدي والكلام ده كله احنا بنضحك زينا زيهم، بس يستحيل يكون هو الصعيدي اللي هو الصعيد الراجل الاصيل اللي الناس تتعلم منه المصايب والاصاله والمبدأ والاخلاق والادب والتربيه والوصف الصعيدي. ما فيش دور في السينما او
شايف ان التراث شايف ان التراث الصعيدي مهدد الان بدخول شبكات الانترنت، ولا يمكن ممكن استخدام شبكات الانترنت دي بالعكس لتوسعه نطاق المعرفه بالتراث الصعيدي؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين استغلنا موقع التواصل الفيس بوك ان احنا نعمل صفحه مارس الصعيد انها تكون يعني شيء ان هو يقدم التراث ده يحييه، يعني يخلي التراث ده فعلا موجود يا جماعه، واللي عايز يبحث عن الصعيد يشوف الصعيد يدخل صفحه تتكلم عن الصعيد. هي بلاش الدراما وبلاش التفخيم اللي عمل في الدراما ده عن تفاصيل الصعيد، السلاح والدار والحشيش واللي احنا بنشوفه ده كله، لا الصعيد غير كده خالص. عايز تشوف الصعيد ادخل مارس الصعيد، شوف الناس بتتكلم ازاي مع بعضيها، شوف مستوى ثقافتهم وفكرهم، شوف فنونهم، شوف الادب حتى في الاحتفالات بتاعتهم، في حتى في اللعب بتاعهم، لعب تحطيم اللعبه. طيب انت وجهت لنا دعوه دلوقتي ان احنا نشوف مناره الصعيد، خلينا نستعرض مناره الصعيد، صفحه مناره الصعيد اللي هي تقريبا دلوقتي 480 الف او يزيد متابع على موقع فيسبوك. خلينا نشوف صفحه مناره الصعيد، هي الان امامنا على الهواء مباشرة. صفحة مناره الصعيد الرقم تحديدا 481 ألف، يعني تقترب من 482 ألف، مش بنحسد ولا حاجة، لكن احنا كده الصورة أكبر أعتقد من اللازم، هنحاول نصغرها شوية. لكن هي بشكل عام جدا الصفحة دلوقتي آخر حاجة عملتوها هي مسابقة أجمل طفل في الصعيد، بتنشروا أيضا مواد تتعلق بالإنشاد الديني، التراث الصعيدي المتعلق بالإنشاد الديني ومشايخ الطرق الصوفية، كلها ملامح ثقافية عن الصعيد. لكن هل حاولتوا مثلا تستخدموا مواطنين صحفيين للبحث عن هموم المواطن الصعيدي؟ لو عنده مشكلات نرفعها على هذه الصفحة، نقدر نتواصل مع مسؤولين نحاول نعالج هذه المشكلات مثلا؟ والله لو في أي تواصل معنا وعندنا مشكلة زي كده، فاحنا بنطلع المشكلة زي الصورة ما بتجيب بالظبط من غير ما نجامل أي حد في الصورة. يعني هل حاولتوا تستعرضوا بعض من هذه المشاكل؟ حاولتوا تستعرضوا بعض من هذه المشاكل، مشاكل الصعيد، على الصفحة، صفحة مارة الصعيد مثلا، بحيث انها تتخطى موضوع النشر الثقافي والتوعوي المتعلق بتراث الصعيد وتنتقل إلى مساحات أخرى زي مناقشة هموم ومشاكل الشباب الصعيدي؟ والله احنا بنتناقش مع بعضينا في المشاكل الصعيدية، يعني ممكن أي أهل بيطلع ينشر موضوع يتناقش عن مشاكل الصعيد، لكن لو في مشكلة حد من الأهالي يعني بعت لنا ورسلنا على الصفحة إن هو نفسه حد يسمعه، نفسه صوته يوصل على جال النافذ الصغير اللي في مناطق الصعيد، فاحنا بنديه فرصة دي ونطلع الصورة حسب ما هو بعت لنا الصورة. أنا أيضا أخذت بالي من ضمن متابعات هذه الصفحة أنه تم تنحية المشهد السياسي تماما عن الصفحة، هل ده عن عمد ولا أنتوا لم تنتبهوا فقط إلى المشهد السياسي القائم في مصر؟ لا احنا بصراحة أكثر تركيزنا أن احنا في التراث، سواء الفنون، الأدب الصعيدي، لكن الجانب السياسي فاحنا من أغلب الموجودين على الصفحة أغلبها ناس مغتربين. فاحنا بعيد عن الحياه السياسيه اللي بتعيشها مصر، وان شاء الله مصر يعني تتعافى وتكون في احسن حال. لكن هل انت شايف انه السياسه الان، استحضار السياسه على موقع او على صفحه مناره الصعيد، ممكن يقلل من عدد متابعينها ولا ممكن يثري النقاش عليها؟ كان السؤال اسمع؟ ايضا انا هظل في مربع السياسه واسالك على استجلاب الهموم السياسيه للوطن على صفحه منارة الصعيد، شايف ان انه لو حضرنا طرحنا اسئله متعلقه بالسياسه على صفحه منارة الصعيد ممكن يقلل عدد المتابعين ولا بالعكس يثري النقاش بشكل واضح على الصفحه؟ بالعكس طبعا، احنا لو في اي مشكله تتعلق بالسياسه عامه ان احنا بنطرحها وكل واحد بيعطي رايه. وبعدين بالنسبه اللي بيسند الى الصعيد ان هو عندنا ادب الحوار وعندنا الاحترام الراي للثاني وعندنا الكبير، وبعدين يعني في الاحترام الاكبر فالاكبر فالاكبر، وان في النهايه هي جزء من هموم المواطن الصعيدي. طيب انا هنتقل ايضا، ارجوك ابقى معنا سيد محمود، هنتقل الى محمد اعتقد ايضا انضم الينا الان عبر الهاتف، محمد شحاته. اهلا وسهلا محمد. اهلا فندم، معاك محمد. عايز اسالك على فكره الصوره الذهنيه النمطيه المنتشره عن المواطن الصعيدي. الصورة دي مرسومة سواء على سينما أو على تلفزيونات، صورة المواطن الساخر اللي كلنا بنضحك عليهم، أنا راجل صعيدي وبضحك عليها، لكن هل هذه الصورة لابد أن تستمر بهذا الشكل ولا لازم ننشر جانب على الأقل تثقيفي يتعلق بجزء كبير جدا من الوطن اسمه صعيد مصر؟
اولا يجب بما اننا نتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يجب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال صورة ذهنية مختلفة عما أرسله الأنظمة التي عقبت على مصر برسم صورة للصعيدي أنه رجل لا يجيد القراءة والكتابة. يجب رسم صورة ذهنية جديدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر مثل الفيسبوك، وهي متاحة كثيرة لدى الشباب. طيب ممتاز النقطه دي. هل نقدر نستغل الشباب ايضا بما ان هو بيساهم في رسم الصوره دي ان هو يحل الصوره دي، بمعنى ان والله انا راجل من قريه البحيره في مركز كذا 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 كذا، شفت ان عندي صرف صحي في مشكله، شفت ان عندي في مشكله في مياه الشرب او ما اشبه، استخدم كاميرا التليفون اصور هذا المشهد وارفعه على صفحه زي صفحه مناره الصعيد، يمكن توصل لمسؤول فيبدا يحل المشكله. هل هذا الأسلوب متبع عندنا في الصعيد في مصر ولا عايزين نهتم بيه أكتر؟ أولا الصعيد فيه نسبة أمية، يعني حتى نتحدث على فكرة التعليم واحتكاك المواطن الصعيدي ومع التكنولوجيا وموقع التواصل الاجتماعي، هناك نسبة أمية في الصعيد تصل إلى أكثر من 37% طبقا لإحصاءات أخيرة. فكرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هتبقى منحصرة على فئات معينة في الصعيد التي يعني زي طلاب الجامعات. الفئات دي هي فئات عمرية؟ بيخصصوا شبكات متخصصة. الفئات دي هي فئات عمرية يعني نقدر من سن كذا لكذا ولا متعلقة جغرافيا؟ يعني المدن مالناش دعوة بالمراكز أو النجوع أو القرى؟ هي هتقتصر على المدن وعلى هم دول هيبقوا اكثر احتكاكا، وهم دول اكثر احتكاكا مواقع التواصل الاجتماعي، لان نسبه الاميه ونسبه التعامل مع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بتبقى اعلى في المدن في الصعيد. بالنسبه لان جوه القرى بتبقى النسبه قليله جدا لانتشار نسبه الاميه، فمحتاج عمليه ربط كبير ما بين المدن والشباب اللي موجودين في المدن اللي هم يعني ليهم اهداف ان هم يتكلموا عن قرى الصعيد، المهتمين بقضايا الصعيد يهتموا بصناعة شبكات متخصصة على الـ على الـ على الفيسبوك تتحدث عن الصعيد بتصوير فيديوهات مشاركات من المواطنين. يعني طيب انا هاخد مقترحك ده، اسمح لي اخد مقترحك ده واقدمه على لادمن الصفحة دي اللي هو موجود معانا الان محمود عبد الستار. محمود اتمنى انك تكون لسه موجود معانا. محمد بيقدم مقترح انه ليه ما يتمش تكوين شبكات مصغرة في الصعيد منتشر عشان نقدر نغطي مساحة الصعيد جغرافيا بأكملها، سواء من حيث الفعاليات الثقافية أو زي مسابقة أجمل طفل صعيدي اللي انتوا عاملينها مثلا، أو على مستوى مختلف مستوى الهموم والمشكلات. والله حضرتك أنا بسرع، أغلب الأدمن الحاليين الموجودين على الصفحة أو أغلب الموجودين على الصفحة اللي لسه شايفهم 400 دول أغلبهم مغتربين، فإحنا أصلا بعيد عن أجواء الصعيد حاليا. يعني يمكن ادمن واحد او اثنين اللي هم متواصلين معنا، لكن احنا بنرحب اي حاجه تجينا على الصفحه بالشكل ده. طيب اذا الدعوه مفتوحه للتواصل مع مناره الصعيد. اشكرك شكرا جزيلا محمود عبد الستار، بانتظار ان انتم تكملوا 500,000 قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، كما اشكر ايضا محمد شحاته الذي انضم الينا عبر الهاتف بشكل سريع. والدعوه ما تزال مفتوحه للكل، تحديدا لكل اهالي الصعيد. اذا كان لديكم اي من المشكلات او اي من القضايا التي تودون طرحها، بامكانكم عرض هذه القضايا ليس فقط على مناره الصعيد، لكن هذا هو اصل مواقع التواصل الاجتماعي، ان يكون لك منبر إن لم يسمح لك بمنبر آخر. مستمر معكم لكن في الواقع في مصر الليلة، حتى ألقاكم في هذا البرنامج لكم مني أطيب تحية وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.